مهرجان المرموم 2014، حيث ينطلق ايضا او تعلن انطلاقة الشوط السابع الخاص بالحول المحليات الاصايل او الثنايا المحليات الاصايل التي تنطلق امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل في هذا المساء المميز بالانطلاقات التي ايضا اعلنت فيها ايضا هذه الاشواط الخاصة بهيجن اصحاب السمو الشيوخ والتي تتواجد في ارضية هذا الميدان، الميدان الذكي، ميدان المرموم. تنطلق ايضا مشاهدين الاعزاء وتستمر ايضا التحديات العملاقة في انطلاقة ايضا وتواجد هذه النوعيات التي تنطلق في هذا المساء، كما ننطلق ايضا مع حضراتكم باعطاء التفاصيل للعشر المراكز المتقدمة. وفي المركز الاول تأتي هنا ايضا مشاهدين الاعزاء موسوعة اللي على المركز الاول ومن تحتل الصدارة لدى انطلاقة هذا الشوط لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة هذا الاسم وتحدي ايضا موسوعة على المركز الاول. ننتقل مباشرة الى المركز الثاني لدى تواجد ايضا اليازي من تحتل المركز الثاني لهجن الرئاسة. البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيالي يتولى عملية التضمير والتدريب في انطلاقة هذا الاسم، بينما ثالثا تتواجد هنا وخلال هذه اللحظات تأتي مشاهدين الاعزاء بوجود الذيبة لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. احمد بن خلفان بالصايق المزروعي يتولى التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع واللي انتقلت مباشرة الى المركز الثاني في هذه اللحظات هنا بوجود شعار هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يقدم مشاهدين الاعزاء مروى في هذا الانطلاق في هذا التحدي الجميل. بينما المركز الخامس هنا انطلقت مشاهدين الاعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل اليذابة تاتي على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري ياتي مضمرا لدى انطلاقة اليذابة مع المركز الخامس. المركز السادس وصلت هنا ايضا بتصوغان في المركز السادس خلال هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. والسيل بن مبارك بن مرخان يتولى التضمير والعناية لدى انطلاقة بن صوغان اللي تحتل المركز السادس. سابعا وخلال هذه اللحظات هنا الانطلاق والتواجد ايضا من جبارة من تاتي ايضا على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. خليفة بالصقعة يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز الثامن تاتي الشاهينية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عملية التضمير لدى انطلاقة الشاهينية على المركز الثامن خلال هذه اللحظات. المركز التاسع تاتي القارية في المركز التاسع لحقن الشحانية. سالم بن فاران المري من يتولى عملية التضمير والتدريب. مشكورة تاتي مكملة ايضا للعشر المراكز المتقدمة في انطلاقة هذا الشوط بشعار حقن الرئاسة. وعيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يقودها في عملية التضمير والتدريب خلال هذا الانطلاق الرائع والتحدي المثير. بهذا مشاهدين الاعزاء اكملنا نداءنا الاول للعشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق خلال تحديات الثنايا والمحليات الاصايل، اصايل الدار، محليات الدار، منبع هذه النوعية التي تنطلق امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء في مساء 8 كيلومترات، والتحدي القوي والمثير للقاية مع هذه الاسماء التي تنطلق هنا في ارضية هذا الميدان. موسوعة ما زالت مع الصدارة، ما زالت مع المركز الاول، معلنة بهذه القيادة مع المقدمة ومع الصدارة بشعار هجن العاصفة. الواثق حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة موسوعة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني تاتي بهذا الانطلاق والتحدي المثير هنا مروع المركز الثاني بانطلاق رائع وجميل بشعار هجن الرئاسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتولى
عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة هذا الاسم، بينما المركز الثالث وصلت هنا الديبة لتحتل المركز الثالث خلال هذه اللحظات وخلال أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بمتابعة أحد شبابنا المضمرين أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة أيضا وتواجد الديبة. المركز الرابع تنطلق اليازي هنا في هذا الانطلاق المميز، اليازي لحقن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيري يتولى عملية التضمير والتدريب الذي لقب أيضا بالبارع وقدم أيضا براعته في هذا المساء الرائع والجميل مع الرموز باختصاف أيضا مشاهدين الأعزاء الكاس والبندقية في مساء الرموز. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس خلال هذه اللحظات، هنا الوصول الخطر يأتي بانطلاقة هذا الاسم وتواجد منصوغان اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة منصوغان في المركز الخامس. المركز السادس انطلقت هنا القارية، تواجدت القارية في هذا الانطلاق الرائع والجميل لهجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهب الذي اختطف أيضا الذهب في هذا المساء من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحديات المثيرة التي تنطلق في أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات الميدان الذكي ميدان المرموم. المركز السابع نتابع هنا سابع المراكز لدى تواجد أيضا مشكورة على المركز السابع لحقن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يأتي أيضا بانطلاقة أيضا اليازي ومشكورة في هذا الشوط في هذا التحدي المثير. المركز الثامن وصلت هنا الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم فارس بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع تأتي هنا أيضا اليذابة على المركز التاسع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري من يتولى عملية التضمير والتدريب. وعاشرا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي المثير تتواجد الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم من يتولى عملية تضميرها وتدريبها مع المركز العاشر خلال هذا التحدي المثير. هناك الصدارة والمقدمة والانفراد من الثنتين بتحدي ثنائي على مقدمة هذا الشوط من خلال تواجد أيضا مشاهدين الأعزاء موسوعة لهجن العاصفة وأيضا مروة لهجن الرئاسة. التحدي الثنائي غيرت هناك على المقدمة بدأت باستلام الصدارة مروة 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 من تأتي على مقدمة هذا الشوط لحقن الرئاسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتولى التضمير والعناية مع المقدمة ومع المركز الأول. المركز الثاني تأتي موسوعة في المركز الثاني لحقن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير من يأتي أيضا بهذه النوعيات المميزة ليظهر أيضا مشاهدين الأعزاء وثوق في عملية التضمير من خلال انطلاقة هذه الأسماء التي تنطلق في أرضية هذا الميدان في كل المحافل الترادية يأتي بموسوعة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. راقبوا الثنتين تابعوا الثنتين بانفرادهن الواضح والمسافة أيضا الشاسعة ما بينهن وما بين بقية المراكز. ولكن وصلت القارية قارت القارية بانطلاقة هذا الشوط وسط أجواء هذه التحديات الرائعة والجميلة والترادية. هنا القارية على المركز الثالث لهجن الشحانية سالم بن فاران المري يتولى التضمير والعناية لدى انطلاقة القارية في المركز الثالث. المركز الرابع اليازي اليازي اسم ترادي أيضا ينطلق في هذا الشوط من خلال انطلاقة اليازي اللي تحتل المركز الرابع لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. على المركز الرابع خامسا تاتي بن صوغان السلالة الصوغانية متواجدة في هذا الانطلاق معلنة ايضا بوجودها مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيل بن مبارك بن مرخان من يتولى التضمير والعناية. والمركز السادس تاتي مشكورة في المركز السادس لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يتولى عملية التضمير والتدريب في هذا الانطلاق.
خلاص دخلنا في اجواء الكيلوين، دخلنا في اجواء هذه المسافه التي ينتظرها الكل لمتابعه من هو صاحب الفوز والناموس خلال هذا الانطلاق الرائع والمميز. ما زالت هناك مروه على مقدمه هذا الشوط، ما زالت مع المركز الاول لهجن الرئاسه علي بن يميل الوهيبي يتولى التضمير والعنايه لدى انطلاقه هذا الاسم، لدى انطلاقه مروه على المركز الاول، من تسير ايضا بامال الفوز وتحقيق الناموس خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. موسوعة تأتي في المركز الثاني لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، وصلت القارية بدأت بالاقتراب من الثنتين، القارية تأتي مع المركز الثالث لتشكل الثلاث المؤسسات العملاقة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. هنا تأتي أيضا القارية بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يتولى التضمير والعناية لدى انطلاقة هذا الاسم. خلاص وصلنا الى لوحة التنبيه والتحذير لكل المشاركين. 1200 يا سلام، مروة ما زالت مع الصدارة، ما زالت معلنة بالقيادة والانطلاق مع المركز الاول لهجن الرئاسة الظافر علي بن يميل الوهيبي، ولكن القارية بدأت بالاقتراب ايضا من مروة لتشكل ايضا الخطر الاكبر مع الامتار الاخيرة. الله يا سلام، هنا القارية مع الكيلو متر الاخير، التحدي الثنائي لدى انطلاقة مروة والقارية، ولكن مروة ما زالت مع الصدارة، القارية على المركز الثاني لهجن الشحانية. سالم بن فاران المري ياتي بهذه الاسماء القوية التي تنطلق هنا في ختامية المرموم. خلاص وصلنا هنا مع اللحظات الاخيرة، مروة على الصدارة، القارية على المركز الثاني، تحدي ثنائي ما بين الثنتين. الله يا سلام، مروة والقارية، القارية ومروة، التحدي الجميل، الانطلاق الرائع والمثير بتواجد الثنتين على مقدمة هذا الشوط. مروة والقارية، القارية مروة ما زالت مع الصدارة، التحدي الثنائي لانطلاقة الثنتين على مقدمة هذا الشوط. مروة ما زالت مع المقدمة لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، القارية من الجانب الآخر لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، التحدي الأخير مع الخطوط النهائية. الله 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 الله، القارية مروة، ولكن القارية غيرت إلى مقدمة هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار النهائية. القارية مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل لتسجل النقطة الثانية في مساء هذا اليوم في تحديات هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا والناموس أيضا للذهبي سالم بن فاران المري على هذا الفوز والانتصار من خلال ايضا وجود القارية واختطافي ايضا لناموس هذا الشوط. مروة اتت في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثالث كانت مشكورة لهجن الرئاسة مع البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيري في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء. والمركز الرابع كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر فيصل بن طالب بن الشريم، ولحظات وصوله الى خط النهاية. وخامسا والتحديات ايضا الجميلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق الرائع والمميز، كان هناك الوصول ايضا لدى وجود ايضا الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا والناموس لكل الفائزين. القارية هي ايضا من اعلنت بأن تغير على الصدارة مع الأمتار الأخيرة وتنتزع ناموس هذا الشوط في هذا المساء لتهديه للمرة الثانية لحجن الشحانية في هذا المساء، مع المضمر أيضا سالم بن فاران المري الذي لقب أيضا بالذهبي. ها هي لحظات وصول القارية بتوقيت زمني 12 دقيقة 41 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما من أتت ثانيا مشاهدينا الأعزاء مروة من احتلت المركز الثاني لهجن الرئاسة، سجلت أيضا توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 41 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا للظافر علي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار في انطلاقة هذا الشوط. المركز الثالث كان من نصيب مشكورة لهجن الرئاسة مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، هي أيضا من حلت ثالثا خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل، ولحظات الوصول إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 57 ثانية. وفاء وتماما وكمالا، تهانينا وناموس لكل الفائزين.
متابعينا.